هل تعلم أن خطايانا لها عواقب على علاقتنا مع ربنا؟ يستحضر غضب الله ويمنع رزقا. ولكن هناك حل، عط صدقة واجعلها متكررة. إن الصدقة تطهر القلب من آثار الذنوب وتتخلص من غضب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. يمكن أن تساعدك مؤسسة الزكاة والصدقات في إدارة صدقاتك. لا تقل غدا، تبرع الآن. يوجه ليكم من مؤسسة الزكاة والصدقات www.zakatandsadaqat.org.ng فيسبوك وتويتر وإنستغرام @zakatandsadaqat